هتعمل ايه يا بطل لو قررت انك تكون قرصان وتكون انت القائد بتاعهم، وفي احد مغامراتك وعلى جزيره ما هيفاجئك انك تصادف ناس اقوياء جدا من الحكومه عاوزين يقتلوك ويقتلوا الطاقم بتاعك، وبيضطر احد افراد الطاقم بتاعك يضحي بنفسه ويروح هو معاهم عشان ينقذك انت وبقيه الطاقم. هتعمل ايه في الوقت ده؟ هتسيبه يتعدم ومش هتحاول تنقذه، ولا هتروح تحارب بكل قوتك عشان تنقذه؟ ده بقى اللي بيعملوه ابطال قصتنا دلوقتي، لوفي، زورو، سانجي، اوسب، تشوبر، نامي، كل دول واقفين قدام قوة من القوى العظمى للبحرية، لوتشي، كاكاو، كاليفا وغيرهم من الأشخاص الأقوياء، يا ترى هينقذوها ازاي؟ ده بقى اللي هنعرفه في الحلقة دي. بعد ما شفنا لوفي هجم على سجن الانيس لوبي هو والطاقم بتاعه، وكان في ناس بيساعدوهم من اشخاص مسميين نفسهم بعائله فرانك، وده برضو الحكومه اخدته معروبين عشان معاه مخططات للسلاح الاسطوري بلوتون اللي ضربه واحده منه بس بتدمر جزر كامله، لكن فرانك بيكون عنده راي تاني وبيحرق المخططات دي قدامهم كلهم، وده بيغضب رئيس المنظمه دي وبيروح يرمي فرانك من فوق السور عشان يقتله. في نفس الوقت كانت الست الكبيره اللي اسمها كوكر داخله عليهم بالقطر بتاعها عشان تساعد الطاقم في دخول اخر بوابة لإنقاذ روبين المضحية بنفسها. بيمسك لوفي بالطاقم بتاعه وبينط من فوق السور وبينزلوا كلهم على القطر، وكمان فرانك بيخبط في القطر وبيركب معاهم هو كمان. القطر طاير في الهواء وبسرعة جنونية وبيتصدم في أحد الجدران تبع المبنى الرئيسي وبيخش جواه. في أثناء الوقت ده بقى بنشوف رئيس المنظمة دي واللي اسمه إسبان دام بيأمر كل رجالته إنهم يقتلوا بكل قوتهم ويقتلوهم كلهم، وبياخد هو روبين ومتجه يمة بوابة العدالة. بنشوف أبطالنا هم كلهم راقدين تحت الحطام والحال متدهور بيهم على الآخر، لكن بيستعيدوا قوتهم ونشاطهم من جديد ومتجهين يمة السطح عشان ينقذوا روبين. وهم ماشيين بيلاقوا واحد من المنظمة بيوقفهم وبيعرفهم انهم لو عاوزين ينقذوا روبين يبقى لازم تجيبوا المفاتيح دي عشان تحرروها من كروسكي اللي في ايديها، وده بيبطل قوة فواكه الشيطان اللي عند روبين. ودول 5 مفاتيح منتشرين على عملاء السي بي، وواحد منهم بس هو اللي معاه المفتاح الحقيقي، يعني لازم تقتلهم كلهم عشان تاخدوا مفاتيحهم. بيقول لهم الواد ده يلا سلام انا رايح ارمي المفتاح ده في البحر. بيجروا كلهم وراه عشان يمسكوه، واول ما بيطلع فوق بيخش في قوة كتيرة وكلهم بيتفرقوا عن بعض. وفرانكي وهو بيجري بيلاقي الواد ده في وشه تاني، ونامي هي كمان بتقابل واحد منهم برضه، واوسب هو كمان بيقابل واحد منهم برضه، حتى سانجي بيقابل البنت اللي اسمها كاليفا دي، وكلهم بيقابلوا عملاء السي بي وبيقفوا في وشهم جميعا. بنشوف لوفي وهو عمال يجري وبينادي على روبين لكن مفيش حد بيرد عليه. بعدها بنشوف زورو وهو واقف ضد كاكاو اللي بيطلع هو كمان سياف زي زورو، بيهاجم على زورو باسلوب الريجكت بتاعه لكن زورو بيتفاداها كلها بكل سهوله وبيرجع هو يهاجم عليه. الاتنين بيكونوا في قوه بعض ومهاراتهم عاليه جدا في القتال. بيقول كاكاو ان هو قرر انه يستخدم قوته الجديده، وبنشوفه هو بيتحول لشكل الوحش بتاعه. في اليمه الثانيه بنشوف اوسب وهو واقف قدام واحد من المنظمه هو كمان، واللي بيكون بداوا قتال مع بعض وبيضرب اوسب وبيطيره بعيد، وبيكون فاكر ان اوسب قوي جدا وبيتحول لشكل الوحش بتاعه واللي بيكون عباره عن ذئب. وزورو وكاكاو واقفين ضد بعض، وفجاه بيلاقي السطح بينزل عليهم من فوق وبيكون الذئب واوسب. بيروح اوسب ويستخبى على جنب وبيبص كده بيلاقي زورو واقف ضد، بيقول الحمد لله انقذني. بيبص تاني وبيلاقي خزنه مفتوحه قدامه وجواها اصفاد من الكروسكي، بياخدها وبيحذفها على زورو وبتيجي في ايده. بيقول له ايه ده؟ بيقول له معلش يا زورو كان قصدي نرميها عليهم، لكن عشان شكل الزرافه ده مضحك جدا ما قدرتش امسك نفسي من الضحك وانا بنشل جات فيك بالغلط. بيغضب كاكاو منهم جامد وبيفضل يلف في المكان، وبيستخدم هجوم الريجكت بتاعه اللي بيكون قوي جدا بسبب تحوله لقوه الوحش بتاعته، وبيقسم المبنى كله من ضربه واحده. بيتفاجئ اوسب وزورو انهم اتربطوا مع بعض بالاصفاد وهما الاثنين واقفين قدامهم دلوقتي. بنروح نشوف فرانك وهو قدر يضرب الشخص ده وضربته بقت بتأثر فيه بسبب ايده الفولاذيه لكن برضه ما بيقدرش يهزمه. وبنشوف سانجي وهو بيعاني قدام كاليفا عشان سانجي ما بيضربش حريم. وفي اليمه الثانيه بتكون نامي برضه بتعاني في القتال بتاعها من الغريب ده لحد ما بيجي تشوبر وبيضرب الشخص ده وبيطيره بعيد. بتقول نامي انها قدرت تسرق المفتاح بتاعه وبكده مش محتاجين ان احنا نحاربه تاني، وبيجروا هما الاثنين. ولكن وهما بيجروا فجاه بنلاقي حاجه وقعت عليهم من فوق. بتروح نامي تشوف ايه ده، بنلاقي سانجي هو اللي واقع لكن شكله بيكون غير تماما ومش فاهمين ايه ده، لكن بيكون لسه حي والحمد لله. بتقول انا مش فاهمه ازاي سانجي اتهزم كده. بتبص فوق وبتلاقي ان خصمه كانت بنت وهو ما بيضربش بنات. بتقول لها خلاص انا كده اللي هبقى خصمك. وهم واقفين بيجي الشخص ده تاني لكن تشوبر بيتحول وبيقدر يضربه، وبيقفوا هما الاثنين ضد بعض. بعدها بنشوف لوفي وهو قدر يقابل تشيمني وبتعرفه ان في مكان سر بيودي البوابات العداله على طول. بيسالها لوفي انت عرفت المكان ده ازاي؟ بتعرفه انها شافت لوتشي والناس اللي معاه ماشيين من هنا. بينزل لوفي فيه وبيجري عشان يلحقهم،
بيلاقي فعلا باب هناك بس بيكون صلب جدا. بيقول لهم لوفي ارجعوا ورا شويه عشان في تقنيه عاوز يجربها ممكن يتاذوا منها. بنشوف لوفي وهو بيستخدم تقنيه الترس التالت وبنسمع صوت خبطه جامده جدا بترج المكان كله، وبنشوف الباب الفولاذي متحطم تماما من قوه لوفي. لكن بعدها بنشوف لوفي وهو اتحول لطفل صغير، وده بيكون تاثير القوه اللي استخدمها من شويه. في نفس اللحظه بيسمع لوتشي وهم ماشيين صوت معاهم في الممر ده، لكن ما بيهتموش وبيمشوا برضه، ولوفي وهو ماشي بيرجع لحجمه الاصلي. نرجع بقى لنامي وهي قدرت انها توصل لكاليفا في الغرفه بتاعتها، وكمان فرانكي مش عارف يجاري سرعه خصمه، بيقول ان الكولا بتاعته بدات تنفذ منه. فرانكي جسمه كله عباره عن انسان آلي ما عدا ظهره بس، وبيستخدم الكولا داخل جسمه عشان تديله طاقه ويعرف يحارب اي حد بيها، لحد ما فرانكي بيقول كلام للشخص ده بيخليه يقف قدامه، وبيتبادلوا اللكمات ضد بعض، لحد ما فجاه بيلاقي الجدار اللي جنبهم بيتكسر عليهم، وبيخرج منه تشبر والخصم بتاعه، وبيقفوا هما الاثنين مع بعض. بيلاقي فرانكي ثلاجه في الغرفه وبيطلب من تشبر ان يجيب له الكولا منها، وفعلا بيجيب له الكولا وبيحطها جوه جسمه، وبنشوفه وهو بيستعيد قوته من جديد، وبلكمه واحده بس بتطير الخصم بتاعه بره المكان كله. بيقف تشوبر مع فرانكي واللي بيكون قدروا انهم يحبسوا خصم تشوبر في التلاجة اللي جنبهم، وبيعرفوا تشوبر عن المفاتيح اللي معاهم وانهم المفروض ياخدوها منهم، وهم بيتكلموا فجأة بيتهاجم على فرانكي من العضو ده وبياخده وبينزل به البحر، وبيكون في طيار مية جامدة جدا وفرانكي مش عارف يخرج منه. وفجأة تشوبر وهو واقف بيطلع للعضو ده من التلاجة وبيقول الحمد لله انا نمت شوية واكلت اكل حلو. نرجع لفرانكي وهو بيحاول يخرج من البحر، والشخص ده بيضربه تاني وبينزله للبحر تاني، لكن فرانكي برضه ما بيستسلمش وبيعمل الحركة الغريبة بتاعته دي وبيطير للسماء، وبيقدر يمسك الشخص ده من رجله وبيقدر يطير بيه. نرجع للوفي وهم عمالين يجروا في الممر وبينادوا على روبين. بعدها بنشوف زورو واوسب وهم مش عارفين يحرروا نفسهم، ولكن اوسب بيتقبل الامر الواقع، وزورو بيشيل وبيمسكه زي السيف بتاعه وبيحارب بيه. بعدها بنشوف فرانكي وانه قدر يمسك الشخص ده وبدا يطلع فوقيه، وبضربه واحده من ايده بتكون قويه جدا بتطير الشخص ده في الارض وبيهزمه اخيرا. بنشوف زورو وهو بيقتل الاعضاء وبيهاجم عليهم، وفي كل مره يهاجم عليهم اوسب هو اللي بيتصاب. بيقول زورو لاوسب انه يمسك نفسه كويس. بعدها بنشوف كومادوري وهو بيهاجم على تشوبر بالشعر بتاعه، ولكن تشوبر بيعرف يتفاداها وبيطير كومادوري في الجو وبيهاجم على تشوبر بالعصايه اللي معاه، وبنشوف ان من قوه ضربته بتخرم الارض من تحتيهم، وبيروح تشوبر يهاجم هو عليه لكن بيكون جسمه صلب جدا وتشوبر هو اللي بيتصاب منها. بعدها بيولع العصايه بتاعته وبيهاجم على تشوبر بيها وبيقدر يصيبه بواحده منها، بيقع على الارض وبيكون منهك جامد ومش قادر يتحرك تاني، لكن بيفتكر ذكرياته مع روبين وبيقوم يقف من جديد وبيتحول لقوه الوحش بتاعته وبيقدر يصيب خصمه بيها، لكن برضه ده ما بيكونش كفايه انه يهزمه وبيقع على الارض من كتر الاصابات ولسه خصمه نازل فيه ضرب. وتشوبر بيكون على حافه الموت وبيفتكر ذكرياته مع الدكتوره اللي ربته، وفجاه بنشوفه هو بيتحول لوحش عملاق كبير جدا. بيقف كامادورو وبيفضل يهاجم عليه لكن بدون اي فايده مع تشوبر، وفي نفس الوقت كانت نامي بتهاجم على خصمها هي كمان بالرعد بتاعها، لكن بتطلع كاليفا منها عادي بسبب قوتها الشيطانيه اللي اكلتها واللي هي بتكون قدره الصابون والفقاعات. بتهاجم نامي تاني لكن كاليفا بتكون سريعه جدا وبتقف من وراها وبتضربها وبتطيرها بعيد. بنشوف ان في صابون جه على رجل نامي وبيخلي رجليها ناعمه وما بتعرفش تقف عليها تاني، وتشوبر عمال يصرخ وبضربه واحده منه بيدمر خصمه بيها، وبيفضل يضرب فيه وبيصرخ وبيكون فقد السيطره على نفسه. وفي نفس لحظة بنشوف فرانكي وهو بيطلع على المبنى من فوق، وبيشوف تشوبر وهو ماسك خصمه في ايده وبيحدفه من فوق. بيهاجم تشوبر على فرانكي وبيوقعه تحت تاني بعد ما طلع، وبيبدا هو يطلع لفوق ومش عارفين رايح فين. وروبين واللي معاها ماشيين في الممر وخلاص فاضل لهم حاجات بسيطه ويوصلوا لاخر بوابه، لكن بيسمعوا صوت لوفي انه قرب منهم جامد. بيقول لوتشي لزبان دام ان هو ياخد روبين ويمشي وهو هيستناه وهيوقف قبعه الكش لوفي، وبيضرب لوفي اخر باب في الطريق وبيلاقي لوتشي مستنيه هناك. وبره اخوات فرانكي والعمالقه نازلين ضرب في الجنود، وزبان دام ماشي هو وروبين وبيكلم احد حراس البوابه انهم يفتحوه عشان يعدي منها، لكن بتبص روبين فجاه وبتشوف انه بيتكلم في جهاز الاتصال الغلط وان ده جهاز نداء الدمار الباستر كول، وفي القاعده الرئيسيه للبحريه اطلقوا الاتصال وكله بيستعد ورايح على دمار الانيس لوبي. بيطلع اسبان دم الجهاز الثاني وبيضغط عليه بالغلط برضه وبيسيب الخط مفتوح، وكل اللي في الانيس لوبي بيسمعوه انه استدعى الباستر كول. كل اللي في الانيس لوبي بيجروا عشان ينجوا بحياتهم من الموت، لان الباستر كول بيجي وبيدمر كل شيء في الجزيره حتى لو كان
مكان جنود البحريه، وكل الجنود بتهرب ما عدا السي بي نايت، واتباع فرانكي مربوطين هناك ومش عارفين يتحرروا ازاي. بيهاجم لوفي على لوتشي بضربه قويه، لكن بتكون سهله بالنسبه للوتشي، وبيرجعوا يلكموا بعض مره تانية وبيدمروا كل حاجه حواليهم. في اليمه التانية بيكون سبان دام عمال يضرب في روبين عشان مش عاوزه تمشي معاه، ولوفي عمال يهاجم على لوتشي لكن بيتفاداها بكل سهوله وبسرعه جدا بيوقعه على الارض، لكن برضه بيقوم تاني وبيهاجم عليه مره تانية. بنشوف نامي اللي كاليفا قدرت تمسكها وتحط عليها صابون وتحول جسمها كله ان يكون ناعم ومش عارفه توقف منه. بتهاجم كاليفا عليها باسلوب النصل القاطع بتاعهم، لكن نامي بتقدر تستخدم تقنيه السراب وبتنقل نفسها وراها. بتهاجم تاني عليها لكن بيكون سراب برضه، لحد ما فجاه بتلاقي الحيط اللي بيتكسر عليها من جنبها وبيطلع تشوبر جالهم عندهم، بس بيكون فاقد السيطره تماما على نفسه. بنشوف زورو هو بيهاجم على خصمه والقتال بيكون صعب عليه بسبب اوسب اللي شايله في ايده. بتهاجم كاليفا على تشوبر لكن نامي بتوقفها وبتعرفها ان ده صديقها، بتحاول تتكلم معاه عشان يرجع لطبيعته تاني، لكن تشوبر بيهاجم عليها وبيوقعها على الارض. بيشيل تشوبر حوض الميه اللي جنبه وبيرميها عليها، لكن الحوض بيكسر الحيط وبيعدي منه وبينزل على سانجي اللي بيكون متصاب تحته وبيتكسر عليه. بيهاجم تشوبر مره تانيه عليهم وبيكون تعبان جدا لحد ما بيخرج بره المكان اللي هم فيه. بتهاجم كاليفا على نامي بالريجكت بتاعها، لكن نامي في اخر لحظه بتقدر تتفاداها. بتقول ازاي قدرت اتحرك كده؟ بتشوف رجليها بتلاقيها رجعت طبيعيه زي الاول، وبتشوف انها اول ما الميه جت عليها رجليها رجعت من جديد، وبتفهم ان الصابون لو اتشال من عليها ترجع زي الاول تاني. وبخطوه سريعه جدا من كاليفا بتروح تهاجم على نامي وبتطيرها بعيد. بتقف نامي مره تانيه وبتعمل سحابه مطر في المكان، والميه بتنزل منها عليها وبتشيل من عليها الصابون، وبتعمل تقنيه السراب بتاعتها اللي بتخليها تختفي، وبتيجي من وراها وبتعمل سحابه رعديه جامده، بتيجي كاليفا وبتهزمها اخيرا. وبتاخد منها المفتاح بتاعها، ولوتشي ولوفي نازلين ضرب في بعض والمعركه ما بينهم عظمه على عظمه. بيجري لوفي عليه وبيضربه برجله، لكن لوتشي بيكون اسرع واقوى وبيضرب لوفي وبيطيره بعيد تاني. بيقف قدام الباب اللي طلعت منه روبيل وبيقول مفيش طلوع لاي حد طالما انا موجود هنا، جامد يا لوتشي وربنا. في اليمه التانيه بنشوف زورو وهو واقف هو واوسب، وفجاه بيخش عليهم تشوبر هو كمان وبيهاجم عليهم. بيحاولوا يكلموه لكن ما بيردش عليهم. بيقول زورو ان اول مره يشوفه بيتحول للشكل ده، وفجاه بيدخل عليهم فرانكي كمان بعد ما تسلق الجدران وطلع فوق، وبيكون مجهز مدفع الهواء اللي في ايده وعاوز يضرب بيه تشوبر. بيقول له زورو ان ده تشوبر وما تفكرش انك تاذيه. بيقول له يا عم ما انا عارف، بس كل اكلين فواكه الشيطان ليهم نقطه ضعف واحده وهي الميه، ولو وقعته في البحر هيتجمد وهيرجع تاني لهيئته الاصليه. وبيضربه فعلا وبيوقع تشوبر في البحر، وبينزل هو كمان وراه عشان ينقذه ويطلعه من الميه، وفعلا بيطلعه وبيرجع تشوبر لشكله الاصلي تاني، بس بيكون فاقد الوعي. بيقول فرانكو ان لازم يشوف طريق يروح بيه عشان ينقذ بيه روبين، وفجاه بتخرج له تشيمني من الصندوق وبتعرفه انهم عارفين طريق مختصر وممكن يوديهم عندهم هناك بسرعه، عسل اول بنت دي والارنب والله. وبيروحوا كلهم عند الست دي وبيديها تشوبر وبيعرفوه الطريق وبيمشي هو. بيقابل فرانكي نامي وبتديله بقيه المفاتيح اللي معاها، وبتاخد منهم مفتاح واحد بس عشان تفك الاصفاد اللي مربوط به زورو واوسب، وبتروح عندهم وبتحررهم. بيهاجم بسرعه الزرافه على زورو، لكن زورو بيصد هجومه وبيرميه بعيد، وكمان الذئب ده بيهاجم على اوسب ضربات قويه جدا بتطيره بعيد. بيقف اوسب تاني وبيهاجم عليه بالسلاح الجديد، لكن بسرعه جامده جدا من الذئب بيجي من وراه وبيضربه في الارض كمان، وبيفضل ينزل فيه ضرب. بتحاول نامي انها تساعده لكن بيضربها هي كمان، وزورو مش عارف يساعدهم عشان خصمه عمال يهاجم عليه، والذئب ماسك اسب وخلاص هيقتله. وفي اخر لحظه بتيجي ركله من سانجي بتطيره بعيد وبينقذ اوسب من الموت. بتساله نامي انت ازاي رجعت كده؟ بيعرفها ان في حوض ميه وقع عليه من فوق، ولما الميه جت عليه رجع لشكله الطبيعي من جديد. وهم واقفين فجاه بيبص اوسب وبيلاقي ان بوابه العداله بدات تتفتح قدامهم، ولو اتفتحت على الاخر هيفقدوا روبين. بنشوف بعدها لوفي وهو لسه مش عارف يطلع عند روبين من لوتشي اللي كل شويه عمال يهاجم عليه، وسبان دام ماسك روبين من شعرها وعمال يشد فيها عشان يطلعوا لفوق. في الوقت ده بنشوف رجاله الحكومه وهم بيطلعوا فوق القطر عشان يمشوا قبل ما البسط كول يجي، وكمان اخوات فرانكي قدروا انهم يحرروا نفسهم هم كمان، وبيقرروا انهم لازم يخرجوا من هنا قبل ما الباستر كول يجي. بعدها بنشوف سانجي هو بيقاتل الذئب ده، والاثنين بيكونوا في قوه بعض تقريبا. بتاخد نامي اسب وبيمشوا من هناك عشان يشوفوا طريق يوصلوا بيها عند روبين، وسانجي بيقف هو وبيحارب الذئب، لكن الذئب بيكون سريع جدا وبيضرب سانجي ضربه قويه جدا بيخبطه في الحيط، وبيهاجم تاني عليه بهجوم الريجكت بتاعه وبتيجي في سانجي وبتخليه ينزف دم. لكن سانجي بيقف تاني وبيقول له سامحني على اللي هعمله فيك. بيضحك الذئب ده وبيقول له انت عبيط يا ابني، ولا انت مش شايف ان انا اللي بضربك؟ وفجاه سانجي بيفضل يدور حوالين نفسه، ومع سرعه الدوران واحتكاكه بالهواء بيقدر يولع رجليه، وبضربه واحده وسريعه منه في الذئب ده بيخليه يطير بعيد وعمال يصرخ من الالم.
بيطير سانجي في الهواء وعاوز يروح له عشان يضربه، لكن الذئب ده بيقوم بسرعه جدا وبيطير فوقيه وبيهاجم هو على سانجي، لكن سانجي بيقدر يلف نفسه وبيهاجم عليه وبضربه قويه جدا من سانجي وبتخبطه في الارض وبيهزمه وبياخد منه المفتاح بتاعه وبيطلع يجري عشان يروح لروبيه. في نفس الوقت ده بنشوف اسبندام قدر يوصل على الجسر اللي بيخرج منه البوابه العداله، وخلاص روبير رايحه في الطريق اللي ما فيهوش رجوع منه، والباستر كول في طريقهم لتدمير الجزيره. بيوصل فرانك اخيرا عند لوفي وبيشوف لوتشي واقف قدام الباب اللي بيطلع عند روبين. بسرعه بيهاجم لوفي على لوتشي عشان يخلي فرانك يطلع هو عندها، لكن لوتشي برضه بيصد كل محاولاتهم للخروج من الباب. بنشوف زورو هو بيواجه صعوبه جامده جدا قدام خصمه، وخلاص زورو اكتفى من الهجمات اللي ملهاش لازمه دي، وفجاه بنشوف زورو بيتخذ وضعيه الفهد وبيطير بسرعه جامده على كاكاو وبيقدر يجرحه في بطنه. بيقف كاكاو من تاني وبيهاجم على زورو باسلوب الزرافه بتاعه وبيطير زورو بعيد بعدها، وفجاه زورو بيقف وبيجمع قوته الكامله وبيستخدم اسلوب اشورا اللي بيطلع ايدين كتير وبيهاجم عليه وبسرعه جامده بيقدر يقطعه وبيهزمه اخيرا، وبيدخل عليه سانجي وبيقول له نرجاله عشان ما يتوهش في الاتجاهات. في اليمة التانيه بنشوف العمالقه وهم شايلين اخوات فرانكي والاحصنه بتاعتهم عشان يودوهم للبحر، وزبان دام خلاص فاضل له بوابه واحده عشان يعديها ويخرجوا من الجزيره دي، وروبين بتحاول تهرب منه لكن زبان دام بيمسكها وبيفضل يضرب فيها. بنشوف لوفي وهو خلاص جاب اخره من الضرب وبيتحول للمحرك الثاني اللي بيخليه سريع جدا وبيقدر يضرب لوتشي بيها اخيرا. بيتحول لوتشي لقوه الفهد بتاعته وبيجري على فرانكي وعاوز يقتله عشان ما يطلعش عند روبين، لكن برضه لوفي بيقدر يتصدى لضرباته وبيقول لفرانكي روح انت وانقذ روبين باي ثمن. بيخرج فرانكي اخيرا من المكان ومتجه يمه روبين، وروبين ماسكه في الجسر بقها على امل ان اصدقائها هيجوا يساعدوها، وبتوصل السفينه عند اخر بوابه عشان تاخد روبين وزباندام وتوديهم للمقر الرئيسي للبحريه، وزباندام بيجر روبين عشان يعدي البوابه، وفجاه بيجيله طلقه مدفع بتنفجر فيه وبتدفنه في الارض، وكمان الجنود هي كمان عماله تتضرب ومش عارفين الهجوم ده جاي منين، لحد ما بيشوف احد جنود البحريه بالمنظار اللي معاه ان في احد طاقم قبعه القش واقف على برج العداله اللي بيكون بعيد جدا من المكان ده هو اللي بيهاجم عليهم. وبيوصل فرانك هو كمان عند روبين وبيقف في وش الجنود، واوسب بيحدف له كل المفاتيح اللي جمعها عشان يحرر روبين، وفعلا فرانك بيقدر يحرر روبين اخيرا. واول حاجه بتعملها روبين بتفضل تضرب في زبان دام، وزورو وسانجي واقفين عند برج العداله وبينادي على اوسب عشان يروح معاهم، وفجاه بنشوف ان البرج ده اتضرب بكره مدفع وبيتدمر، وبيطلع ان الباستر كول وصل للمكان وبدا الهجوم على الانيس لوبي، لكن اوسب بيطلع بخير والحمد لله. وفي اليمه الثانيه روبين وفرانك بيهاجموا على جنود البحريه وبيهزموا فيهم، ولوفي ولوتش عمالين يهاجموا على بعض بضربات سريعه وجامده جدا. بنشوف ان لوفي بقى بيجاري لوتش في اي حاجه، وبيقف لوفي وبيستعد وبيضرب لوتش بهجوم قوي جدا بيخلي لوتش المانع يتاثر منه. بيقول لوتش ان هو فهم قوته وان هو بيستعمل رجله كمضخات لاسراع تدفق الدم الرئتين والاوعيه الدمويه، وده بيزيد من نبضات قلبه وبيسخن جسمه جامد وبيديله قوه جباره جدا، لكن في كل مره بيستخدم التقنيه دي بتاثر على حياته وبتضعفه. وهم واقفين بيلاقوا الميه دخلت عليهم في المكان، وبيطلع ان الباستر كل ما ضرب في الجزيره دمر كتير من المباني ودخل عليهم ميه من البحر وكلها دقايق والمكان كله يغرق. ونامي والست الكبيره وباقي الاعضاء ماشيين في الممر السري عشان يروح الروبين، والميه داخله عليهم وهتغرقهم هي كمان، والباستر كل قرب عندهم وعمال يضرب في الجزيره وبيدمر فيها كلها ومش مدي مجال لاي حد انه يهرب. بترتعش روبين وبتاع على الارض وبتفتكر كل ذكرياتها عن قريتها اللي اتدمرت، وبنشوف لوفي ولوتش والميه غرقت المكان اللي هم فيه وبيجروا يغيروا مكانهم عشان يحاربوا بعض. بيجري لوتش على لوفي وبيهاجم عليه، لكن لوفي بيقدر يمسك رجله وبيهاجم هو عليه بهجوم قوي جدا، لكن لوتش بيكون اقوى وبيصد ضربته وبيرجعه كمان. بيقف لوفي تاني وبيقول له انه اكتفى من القتال، وفجاه لوفي بينفخ في ايديه وبنشوف ايده وهي بتكبر جامد وبيهاجم بها على لوتشي، ولوتشي بيقف وعاوز يصدها بنفسه، لكن ضربة لوفي بتكون قوية جدا وبتخرجه بره المبنى كله. بيطير لوتش وبيقع في سفينة بحرية وبيكون متصاب جامد. وفي اليمة التانية بنشوف الطاقم والمية دخلت عليهم وغرقتهم. بيطلع لوفي من البرج وبيطير في السماء وبيضخم رجله جامد وبينزل بيها على سفينة البحرية وبيدمرها كلها. ولوتش بيطير وبيتحول لشكل الفهد بتاعه وبيروح يعض لوفي في كتفه، بيخلي لوفي ينزل دم، لكن لوفي بيضخم نفسه تاني وبيبعد لوتش عنه. بعدها بنشوف الهواء بيخرج من جسمه وبيتحول لطفل صغير وبيرجع للبرج تاني، ولوتش هو كمان بيرجع للبرج هو كمان وبيهاجم على لوفي وبيلزقه في الحيط، وفجأة لوفي بيرجع من تاني وبيقف في وش لوتشي. بنشوف بقيه الطاقم هم بيغرقوا على وشك الموت، وفجاه بنشوف الست الكبيره دي اللي اسمها كوكر بتتحول لحريه بحر وبتشدهم عشان تخرجهم بره الميه. وبيخرجوا بره الميه بيلاقوا فرانك استولى على سفينه بحريه هو وروبين، وبيطلعوا كلهم لهناك وبيتجمعوا كلهم مع بعض من جديد ما عدا روفي اللي لسه بيحارب لوتشي. بيطلع زورو على الجسر وبيقول انه هيستنى القائد بتاعه هنا، والكل بيحضر بعدها وبيقف معاه، واخوات فرانك هم كمان بيدوروا على طريق يخرجوا منه بما ان البحريه قفلت عليهم البحر من هنا، والبحريه بتدي امر انهم يدمروا الجسر
المسير الاخير، ولوفي بيتحول للمحرك الثاني مره ثانيه وبيهاجموا على بعض هو ولوتشي، وبيقدر يسيب لوتشي بضربات قويه جدا، لكن لوتشي ما بيكونش سهل برضه، وبيضربه وبيخليه يجيب دم من بقه كمان، والحكومه بتهاجم على الجسر وبتدمره، وبيوصلوا عند الطاقم وبيحاصروهم، وبيبداوا يهاجموا عليهم، والطاقم هو كمان بيهاجم عليهم، ولوفي ولوتشي لسه عمالين يهاجموا على بعض. لحد ما لوتشي بيضرب لوفي ضربة قوية جدا بتخلي لوفي بيقع على الارض وما بيقدرش يتحرك تاني. بيشوفه اوسيب من فوق وبيكون خايف عليه، بيخلع القناع وبيفضل ينادي عليه ويصرخ عليه عشان يقوم يقاتل تاني، بيقوله لا ده مش المكان اللي هتموت فيه دلوقتي، قوم عشان تنقذ روبين. وزورو وباقي الطاقم عمالين يحاربوا البحرية، ولوفي واقع على الارض ومش قادر يتحرك تاني. بيتحرك لوتشي اتجاه اوسيب عشان عاوز يقتله، وبيلاقي اللي بيقف من وراه من جديد، بيقوله لا انا مش هسيبك تأذي صديق ليا مرة تانية. الغضب بيملى عينين لوفي وبيجمع كل قوته من جديد وبيهاجمه على بعض تاني. في اليمة التانية بيجي جندي من البحرية اكل فاكهة الصدى، بيهاجم على زورو بيها وبيدمر له السيف بتاعه، بيستخدم زورو سيف من على الارض وبيقتله بيه. ولوفي لسه بيقاتل بس لوتشي بيضربه ضربات قوية بتخليه على وشك الموت، لكن بيرفض انه يقع على الارض تاني وبيجمع كل قوته وبيهاجم على لوتشي بهجمات سريعة ورا بعض جدا. بتخلي لوتشي يطير بعيد وبيقع في سفينة البحرية وبيهزمه أخيرا. بينادي أوسيب على لوفو بيقول له يلا أنت هزمت خصمك، يلا تعالى بقى معانا، لكن لوفي وقع على الأرض ومش قادر يتحرك تاني، ومفيش حد عارف يساعده من جنود البحرية اللي عمالين يهاجموا عليهم دول. وعلى اليمة التانية باولي ربط إخوات فرانكي بالعمالقة قبل ما يقعوا في البحر، وفجأة الطاقم كله بيسمع صوت بينادي عليهم. بيقع أوسيب على الأرض وبيعيط وبيقول لهم كله ينط في البحر. بيحاول زورو إنه يوقفه وبيقول له إن كده يبقى انتحار، بيقول له لا أنت اللي شكلك نسيت إن لينا صديق تاني يا زورو. وبيبص كلهم في البحر وبيشوفوا حاجة وبيصرخوا كلهم انهم ينطوا في البحر، وروبين بتستخدم قدرتها وبتضحرك لوفي للبحر هي كمان، والكل بينط في البحر. وفجأة بنلاقي سفينة ميري هي اللي كانت بتنادي عليهم وبينزلوا فيها، بتقول لهم انا جيت عشان انقذكم يا رفاق، والكل بيقف عليها وما بيكونوش مصدقين من اللي هم شايفينه. هل يكون الوفاء الى هذه الدرجة؟ بتشكر الطاقم روبين على انقاذ حياتها، ولكن جنود البحرية مش مدينهم فرصة وعمالين يهاجموا عليهم برضه. بيحاول الطاقم يصد كل ضرباتهم وكل هجومهم عشان يخرجوا من هناك. بتيجي فكرة لفرانكي وبيقول لهم سيبوها عليا، بيستخدم تقنية الهواء وبيطير السفينه بعيد، واوسيب بيرمي عليهم قنبله دخان عشان يعرفوا يهربوا منهم، وبكده يكونوا خرجوا من هناك كلهم وانقذوا روبين. وباولي واخوات فرانكي بيشغلوا القطر البحري وبيمشي بيه هم كمان، وبنشوف الطاقم وهو ماشي في البحر. بس يا ترى البحريه هتسيبهم على كده، ولا ميري اللي انتهت من زمان هل فعلا هتقدر توصلهم للجزيره الجايه؟ كل ده هنعرفه في الحلقه الجايه. ما تنسوش الاشتراك واللايك.